حبيب الله، اللهم إنا بسطنا إليك أكف الضراعة، متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا مسلمًا إلا شفيته وعافيته، ولا أسيرًا إلا فككت أسره، ولا سجينًا إلا فرَّجت عنه. يا فارج الكرب العظام، يا واهب المنن الجسام، إليك وإلى كرمك بسطنا أكفنا، إلى كرمك وجودك يا الله نسألك بالتجلي الأعظم من هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان المكرم، أن تتجلى علينا بالمغفرة. كل من ناداك يا الله، كل من نادى يا الله تجلى علينا يا مولانا، تجلى علينا يا رجانا، سألناك باسمك الأعظم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم، أحيي قلوبنا بذكرك، يا حي يا قيوم، أحيي عقولنا بتوحيدك، يا حي يا قيوم، أحيي جوارحنا بعبادتك. ها هي أكفنا مبسوطة إليك يا الله، قولوا يا الله، نادي من قلبك يا الله، التجئوا إلى الله، يا أكرم من سئل، يا خير من أجاب، دعوناك باسمك الأعظم أن تتجلى على أهل هذه البلدة وبلاد المسلمين بالأمن والأمان، بالأمن والأمان. ردنا إلى دينك ردًّا جميلًا، ردنا إلى دينك وشريعة نبيك ردًّا جميلًا. يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين الغفلة عنك يا الله. يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين المعاصي يا مولانا. خذنا إليك منا، ارزقنا الفناء عنا، لا تجعلنا مفتونين بأنفسنا، محجوبين بحسننا. يا أكرم الأكرمين يا الله، يا الله، ما عم بسمع كلمة يا الله من قلبك، توجه إلى الله، نادي من قلبك يا الله، يا حي يا قيوم، إليك توجهنا. ها هي القلوب قد أقبلت عليك يا مولانا، مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اغفر، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، إن لم تغفر فمن يا الله، إن لم ترحم فمن يا الله. رحمتك نرجو، رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. تجلى علينا يا متجلي، تجلى علينا بالجمال، تجلى علينا بالكمال يا الله. احفظ هذه البلاد من أعدائها، احفظ بلاد المسلمين من أعدائها، احفظ إخوتنا في العراق، احفظ إخوتنا في فلسطين، احفظ إخوتنا في كل مكان، نصراً يا مولانا، فتحاً يا رجانا، رد علينا أقصانا يا إلهنا. اللهم تجلى علينا بما تجليت به على الحبيب الأعظم، تجلى علينا بالأنس والرضوان والعطف والحنان يا ذا الجلال والإكرام. احفظ رئيس هذه البلاد لخير البلاد والعباد يا الله، كلنا يا مولانا، كلنا يا رجانا يا الله، ليس لها من دونك كاشفة. اكشف كرمال سيدنا محمد، اكشف عن جميع المسلمين في بقاع الأرض أجمعين. اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. صلِّ وسلِّم
على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبلها منا بسر الفاتحة.